السلام عليكم، ما شاء الله وتبارك. خاوتنا خاوتنا، فيديو تاع اليوم لازم تشاريوها بارتو بارتو بارتو. على خاطرش وعلاش؟ خمس سمانات شهر رمضان 2023. البارح كنا نقولوا شهر رمضان تاع 2022 او راح وعاود ولا شهر رمضان 2023. انا واش نقول في هذا العام هذا من 22 حتى 23 كاين بزاف اللي راحوا وكاين بزاف اللي ماتوا. انا واش نقول؟ ربي يرحمهم ان شاء الله، سوتو من تاع اول كاترود حبابنا من العاصمه في الجزائر بارتو، ربي يرحمهم ان شاء الله. على خاطرش من رمضان لرمضان يا توجور الناس راهي تموت، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كما نقولوا يكونوا في الجنه الفردوس. على خاطرش الصدقه اللي داروها من رمضان لرمضان ان شاء الله تخرج فيها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا واش نقول؟ هذا الفيديو هدايا كما رانا مع عمو طاهر، عمي نونو، عمي عبد الكريم الشيف تاعنا كويزيني، احنا كامل باذن الله هذا العام نباطيو الروكور. العام اللي فات درنا 12000 افطار، شهر كامل 12000 الافطار. على خاطرش وعلاش؟ من الشوربه، من الجواز، من الشلاضه، من البوراك، من الحما كما نقولوا الفواكه، الماء، الخبز، هذا كاع يعطيك للصائم. وحاجه لازم تفهموها، وجميع واحد اللي يشوف الفيديو، يا مرا يا راجل يا العائلات اللي راكم مدورين على الطابله وتشوفوا ولادكم كيفاش تفكلوهم في رمضان وكيفاش ما نقولوا راكم تهلاو فيهم. حنا العام اللي فات شهر تاع رمضان، العام اللي فات كيما نقول لك شفناهم بعينينا، يجوا دراري تاع 10 سنين تاع 11 سنين مع باباهم ولا مع امهم يقولوا لنا نسحقوا خمسه ولا نسحقوا سته لي بارت. هادوك لي بارت هادوك لي من عائلات محتاجين، ماشي زعما نقولوا لي جون ولا بار اكزومبل واحد خدام ما يجيبش يطيب ولا، هادو ما راهم فوق الراس. بصح كي يزيدوا يجوا عائلات مع ولادهم ويقول لك نسحقوا خمسه افطار، سته افطار، سبعه افطار، حب يقول انتوما الدونايسن تاعكم دراهمكم الحمد لله راهم يروحوا للافطار، راهم يروحوا للصائم. مالتك هذا العام زيدوا عاونونا، على خاطرش كل حاجه زاد، لي كونتينر اللي نعمروا فيهم زادوا ب 25%، المواكي زادوا، اللحم زاد، الخضره زادت، وجاو لي زيتيديون جداد، وجاو الناس جداد. كان بزاف اللي عطاو لهم الفيزات من الجزائر وراهم جاهم هنايا، وكان بزاف الحراقه. مالتك هنا في الاول كاترود باذن الله هذا العام لازم نبعطيوها 12000. وعمي عبد الكريم كلمه هذا الشهر رمضان تاع 2023 ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله هذا العام ان شاء الله كما قال لك جايز الحاله شويه صعيبه، ولكن واش قال اخونا شاكير، انا موافق 100% كل شيء طلع بزياده وزيد بزياده. كان هذا العام كاين جاوا بزاف الطلاب من الجزائر وراهم يشتكيو ما كاش كل شيء الغلاء لهنا وكاع، مادا بينا يعني نفرحوا كل واحد ولا كتب ربي سبحانه وتعالى وربي يقدرنا ان شاء الله باش نديروا هذا الخير ان شاء الله. امين امين امين. خويا نونو قبل ما نروحوا للطاهر كلمه. السلام عليكم. والحمد لله، نقول الحمد لله يا ربي على ربي اللي عطانا هذه الفرصه هذه اللي بلغنا رمضان. ان شاء الله ربي بلغنا رمضان، خاطرش كما قال شاكير فاني نرجع دائما شاكير يا قال الناس ماتت الله يرحمها، والناس فاني راهم مرضى ربي يرحمهم وربي يشافيهم ان شاء الله. دروك احنا راه ربي زادنا هذه الفرصه هذه باش ان شاء الله نزيدوا نديروا الخير، زادنا هذو الايامات هذو لا رمضان ان شاء الله ربي بلغنا ان شاء الله نديروا رمضان هذه، وهذه الفرصه تاعنا باش نديروا الخير اكثر اكثر اكثر. مع اللي قالوا كل شهر زاد والطلبه والناس اللي جات عطاو لهم الفيزا ولا راهم كما قال محتاجين، احنا دروك نزيدوا نعملوا اكثر واكثر واكثر. دروك انتم بالفضل تاع ربي سبحانه وتعالى والفضل تاعكم ان شاء الله كما نزيدوا نباطوا الروكور كما كاع نقعدوا في كلمه في سفينه واحده كما يقول شاكير، ونتعاونوا عليها وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ربي يجازينا. وكما دائما نقولوا هذا افطار الصائم، افطار الصائم غير ربي اللي يجازي به، حنا ما نقدروا نديروا، حنا رانا غير كوسيله باش نديروا هذا العمل الخيري، وربي سبحانه وتعالى اراه اختارنا لهذا العمل هذا. وان شاء الله ثاني نقول كاع للناس، اي واحد في هذا في لندن في الامريكان في تونس في الهندوراس وين ما كان ويقدر يدير هذا العمل الخيري، لا ما تحرموش انفسكم منه، ما نحرموا لا نفوسنا احنا لا انتم، ما تحرموش منه انفسكم، خاطرش فيه اجر كبير كبير كبير. والى ربي سبحانه اللي يعلم هذا الجزاء واللي يعرف هذا القيمه تاع هذا الافطار الصائم. ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. عمو طاهر كلمه. السلام عليكم. كما قالوا الخاول هنايا نطلبوا منكم ان شاء الله تعاونوا وديروا المجهود تاعكم وهضروا مع العائلات وشيروا هذا الفيديو وجزاكم الله خير ان شاء الله ان شاء الله. انا واش نقول لكم خاوتنا، كل النفس ذائقه الموت، غدوه ان شاء الله راح نموتوا، خلوا موراكم حاجه ان شاء الله تصيبوها ان شاء الله في قبركم. سورتو كيما نقولوا راكم ديروا في هذوما تاع صدقه هذوما،
وان شاء الله ربي يتقبل، على خاطرش كاين اللي راهو في ليتسا عنده عائله عنده دار عنده شكون يطيب له عنده طابله يقعد في طابله يقصروا يضحكوا ما شاء الله ربي يوفق لهم ان شاء الله. بصح كاين ديكا واحد اخرين ما كانش، كاين اللي راهو ساكن في الزنقه، كاين اللي ما عندوش دراهم، كاين اللي ما عندوش وين يروح ياكل، كاين اللي راهو كما نقول لك تعبان، كاين اللي راهو كما نقول لك مخه راهو مريض، كاين كل واحد كيفاش. مالاتك نتوما وحنايا حنا اوني با كيما نقولوا حنايا حنا اسوسياسيون ولا حنا اوني دي بينيفول، هذا بالراح في القهوه تاعو، هذا بالراح بالوقت تاعو، انا بالوقت هذا بالوقت انا نطمو دراهم انا نطيبو، يكونوا دراهم نطيبو، ما يكونوش دراهم انا راح نطيبو ما راح نفطرو. مالاتك حنايا وانتوما لازم نكونوا كامل في سفينه واحده، وباذن الله باذن الله نباطيو الركور وهنا في اول كانوت كاع والكم كامل كامل مرحبا بكم. كي يجي وقت الفطور راكم كامل مرحبا بكم، وحطوا حطوا حطوا دونيتي الماكسيموم، شاركوا هذا الفيديو، حطوا دراهم قد ما تنجموا على خاطر دراهمكم كامل كامل يروحوا للماكله، كي الكاش كي يروحوا في الاكونت. نخلي لكم اكونت نمبر، حطوا في الاكونت نمبر، وهذيك كما نقولوا اللي ترونسبارون، تحبوا تشوفوا واش كاين في الاكونت ارواحوا شوفوا، حنا ما نخبوا والو، حنا ما كما نقول لك حشيشه طافه معيشه، عاش ما كما نقول لك عاش ما كسب نموتوا ما كاين والو، ما نخبوا والو ما نخبوا والو، كلش راه ترونسبارون. اما لا تديروا فينا الثقه حنا نديروا فيكم الثقه، ونمشي كما نقول لك نباطيو هذا الركور. عمي عبد الكريم كلمه اخيرا نروحوا ان شاء الله تجيبوا كاع هذه الدعوه هذه ان شاء الله، وربي يجعلها في ميزانة الحسنات، وربي يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. امين. عمو طه كلمة الأخيرة. ولا تحبوا تجوا تزوروا المكان وتشوفوا بعينيكم واش راهم يديروا الجماعة، مرحبا بكم وجزاكم الله خير. ما شاء الله عمو. أنا دائما يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ما نقدرش نزيدوا أكثر من هذا الشيء. ربي استخرنا وعطانا هذا الفضل هذا وان شاء الله ما تحرموش منه. امين. بارك الله فيكم يا امين. حنا باش نقول لكم من اول كانت رود 251 اول كانت رود، مرحبا بكم في شهر تاع رمضان. اللي حب باغ اكزومبل يحب يروح زياده ويجيب التمر باغ اكزومبل، اللي حب يروح زياده ويجيب الكباش، واللي حب يروح زياده يدير حاجه ديفيرون جيبوها، مرحبا بكم. عمي عبد الكريم قولوا له عندنا اربع كباش، عندنا زوج كباش، عندنا وائفا، واللي ما يصومش اللي حب يخرج كما نقول له دراهم هذه تاع الفيديا تاعو يزيد يجيبوها، رانا هنايا حنا الحقيقه. اللي حب يدير واش لا، حنا توجو نخمو للصائم، كي يجي وقت الفطور ان شاء الله باش ياذن الصائم عنده شلاضه، عنده الشوربه تاعو، عنده الجواز تاعو، عنده الفاكهه تاعو، عنده البوراك تاعو، عنده الماء، عنده الفاكهه، حنا نديروا واش نجمو. وكما نقول لك اللهم اني بلغت. سلام سلام سلام، سلام عليكم.